السلام عليكم كل متابعين القناه الاعزاء، يا رب تكونوا بخير. انا عادل ولي ودي قناه شوارع معلم اسكندريه. موجودين فين بالكاميرا حاليا؟ موجودين فوق كوبري محرم بيه، لو نازلين المصيف ان شاء الله، لو جايين من القاهره صحراوي زراعي من باقي المحافظات، لو جاي من ابو قير اقصى الشرق، جاي من معموره، جاي من المندره، جاي من ايدكو، جاي من رشيد عن الطريق الزراعي او الدولي او الدائري، وداخل اسكندريه عن طريق نفق محرم بيه او صنيه محرم بيه وشارع قناه السويس. خلي بالك كوبري محرم بيه مقفول اتجاه البحر، احنا كده داخلين على شارع قناة السويس شمال، كده احنا امامنا صينية محرم بيه وكوبري محرم بيه، على الشمال كارفور وعلى اليمين الحديقة الدولية والداون تاون القديم وترعة اسكندرية ومطار النزهة القديم، على الشمال ايضا في الموقف الجديد. امامنا الصينية محرم بيه ما فيهاش مشكله، وبعد كده في كوبري محرم بيه هو حاليا اللي بيتم فيه اعمال الصيانه، فخلي بالك لو داخل اسكندريه نازل تصيف او نازل تقضي مصلحه او نازل اي شيء، خلي بالك في تعديل للمسار لو داخل اسكندريه من الطريق اللي امامك او من شارع قناه السويس. هتتجه زي ما احنا داخلين كده ان شاء الله عادي، مفيش اي مشكله. هيقابلك اول حاجه صينية محرم بيه ما فيش فيها اي مشكله، ولكن خليك معانا عشان تعرف الدنيا فيها ايه. في البداية نتمنى لو أول مرة تتابعونا تشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس علشان كل جديد على اسكندرية يوصل لكم. الأهم لا تبخلوا علينا بالإعجاب من أسفل الفيديو، ما تنسوش اللايك. موضوع الصيانة في كوبري محرم بيه هيكون على مرحلتين، يعني دي احنا كده خلاص دي طلعت الصينية، صينية محرم بيه شمال هيكون الموقف الجديد، يمين هيكون الطريق الزراعي وكوبري أبيس ونادي الصيد والمطار وعزبة المطار ومطار النزهة. محرم بيه على الشمال والحضرة على اليمين، شركة الصابونة والزيوت المستخلصة على اليمين والمساكن الخشبية على اليمين ومحطة قطار محرم بيه أيضا على اليمين. بص يا سيدي، بص سيتي بقى، كان المفروض تطلع حضرتك أنت كوبري محرم بيه اتجاه البحر، لأ أهو بص ده التعديل الجديد، حضرتك هتاخد يمين وتنزل أرضي أو سطحي من أسفل كوبري محرم بيه زي ما احنا ماشيين كده، اتجاه يمين او الاتجاه يمين، لا طبعا ان اتجاه يمين ده محطة قطر محرم بيه، احنا كده اتجاه محور المحمودية او طريق شريان الامل، احنا كده مكان المحمودية القديمة او طريق شريان الامل الجديد. ده اللي امامكم محور المحمودية الجديد اللي هيكون فيه الاتجاه او اليوتيرن اللي هتلف بيه وترجع عشان تروح على البحر. ولكن لو حضرتك رايح مشوار زي سموحة، رايح شارع مصطفى كامل، رايح سيدي جابر، رايح رشدي، رايح جليم، فلو مشوارك كده خليك على محور المحمودية احسن لك، ما تاخدش اليوتيرن وتطلع على البحر، هي بل بالعكس هنا محور المحمودية احسن لك. لو مشوارك اتجاه اي شيء مثلا رايح انطونيادس، رايح جنين النزهة، رايح الابراهيمية وشارع ابو قير، خليك اتجاه المحمودية اللي حضرتك شايفه امامك، ما تاخدش اليوتيرن. لو طالع البحر خليك معانا، احنا كده اتجاه الحضرة الجديدة يمين والحضرة القبلية شمال، وبعد كده الحضرة البحرية اقصى الشمال. اسكندرية الحمد لله ربنا مبارك لنا فيها في المسميات، عندنا الحضرة الجديدة والحضرة القبلية والحضرة البحرية، المباني اللي على اليمين الحضرة الجديدة والمباني اللي على الشمال الحضرة القبلية. داخلين كده احنا كده امامنا عزبة المطار وانطونيادس والنزهة حتى نصل الى كوبري 14 مايو سموحة، وبعد كده بقى في عزبة حجازي وحجر النوتية وكوبري الناموس والقلعة الى نصل للسيوف ومدخل اسكندرية كف الدوار. ده اليوتيرن اللي هنلف منه، هو طويل شوية ولكن ده المتاح حاليا، هتاخد يوتيرن شمال و نرجعه تاني اتجاه كوبري محرم بيه، احنا كده خلفنا عزبة المطار واحنا كده اتجاه كوبري محرم بيه. هيكون كده الحضرة الجديدة على الشمال وهيكون الحضرة القبلية على اليمين والحضرة البحرية على اليمين والبحر يمين الصورة. احنا كده امامنا الى تصل الى كرموز كفر عشري تطلع الورديان، ولكن طبعا احنا مش هنوصل للورديان، هنوصلوا لأسفل كوبري محرم بيه أو عند شركة السجاير كوتوريلي وندخل يمين. طبعا سراية محمد علي على اليمين أهي بقاياها سراية المحمودية،
احنا كده خلاص داخلين على ترعة الفرخة القديمة وشركة المية، وعلى الشمال الملح والصويا، شركة ملح والصويا. هيكون الموقف الجديد على شمالنا، هناخده يمين شركة السجاير، خلاص هو على اليمين دي شركة السجاير كده. احنا امامنا كوبري محرم بيه اللي فيه المشكلة، بس كان هو النزول مفيش مشكلة، هو الطلوع للبحر. ناخده يمين، طبعا محور المحورية هيكون شمال طوالي، احنا كده ناخده يمين اتجاه البحر. هيكون ايضا برضو على يمين الصورة شركة السجاير، هي متوقفة حاليا. شمال بقى لو انت داخل بقى محرم بيه وشارع محرم بيه والرصافة وامير البحر، كده اهو الترماي، ده الترماي اللي قادم من محطة مصر اتجاه الحضرة او النزهة. تمام، ماشي كده بعربيتك او باي مواصلة، وبعدين كده هتاخد لفة صغيرة كده، ده شارع ترعة الفرخة سطحي او بطيء، تاخد شمال اتجاه نفق عبد المنعم رياض واتجاه البحر، حرم بيه شمال لمبروزو ويمين الحضرة. خلاص احنا بص لو مقفول اهو الطالع من اسكندرية متاح، لكن النازل القادم من خارج اسكندرية للبحر هو اللي فيه الاصلاح. فخلاص هتاخد طريقك بقى، ده شارع قناة السويس او شارع او ترعة الفرخة زمان، وهتاخد اتجاه البحر عادي، تعدي من نفق عبد المنعم رياض، ثم هيقابلك الترماي شارع بورسعيد، وبعد كده تطلع على البحر. نقول لك الحمد لله على السلامة ونورتنا وشرفتنا، ونشوفك ان شاء الله على خير في اي وقت. هتوصل هنا اهو، ده شارع اسكندر الاكبر، الترماي هيكون على الشمال، بقايا الشاطبي او نهايه الشاطبي مع الازاريط هيكون يمين، الشاطبي كان بشزار، شارع بورسعيد امامنا، وشارع البحر شارع الجيش، وشاطئ السلسله شواطئ الشاطبي. اللي مر من شويه ده ترماي الاصفر الاوكراني الجديد، وده ترماي الازرق، ترماي النصر فيكتوريا بكوس، ترماي الزرقاء.